تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط بعيد الميلاد المجيد. كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم عن تمنياته بعام يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع. عشنا جميعا احتفالات مصر والعالم بذكرى عيد الميلاد المجيد، أعادها الله على مصرنا الحبيبة وعلى شعوب العالم يجمع بالسلام والمحبة والإخاء. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعا بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولإخواننا الأقباط شركاء هذا الوطن، متمنين لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع، وأن يديم علينا نعمة الأخوة والتكاتف والتلاحم الوطني بين نسيج أبناء الوطن مسلميه وأقباطه في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.